هاي جايز، جالكم فيديو جديد. حقت اليوم راح ندور اذا محلات جديدة بدل هذا المحل. تعرفوا انه نزل اشي جديد، وهاي هسه ابينه. هاي شايفينه زي ما انتو شايفينه، المحل الزهري، الشجر الزهري. شو كمان نزلوا بالماينكرافت، نزلوا محل بالفضاء. مش راح ندور عليه لانه بعيد، بس كنا بدنا ندور على هذا المحل. يلا نبدأ تكسيره. تكسير الخشب تطور مرة أكثر من الحجر، بس الحجر أكثر تطور، في أشياء أكثر بس تطور كثير أكثر. حجر كمان حطينا هون. وانتو شو عاملين؟ هذا حطينا جديد. تل 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 شو عاملين؟ مرة بشوف حد هيك بيعمل زي الشجرة. يعني كل هذا كله سأيش كثر. يلا تبين هاي مو خشبة، بشوف خبش خبش خشبتين فوق بعض ولا ثلاث كسرات. صح، هاي من فوق. شو كلكم انتو بتعرفوا انه الشجر الزهرية ما بتطلع تفاحة بس العادية؟ بنصحكم نصيحة، لا تاكلوا لحم الخنزير لانه لحم حرام. كيف صار صار تحتاكل شي؟ خلاص يلا بسم الله. خلينا نحط الماكرات. ما بدي ذاك، كندي يحبه. بسم الله، خلينا نعمل هذي الأشياء. طبعا هنا في كتير أشياء كتير بتنصنع، بس أنا مش راح أصنعها. نفسي حياتي أصنع سيف النذر، مش عارف شلون. اكتبولي بالتعليقات شلون بنصنع، ولا من أي إشي، ولا من أي إشي بنصنع. يلا نشوف. هذا اي خشب قصده؟ لا تحتيس جديد كمان. بس خلينا نجيب الاشياء، خلينا نكسرها. بالعادة السيف ما بيكسر. هسه نروح محلين دول. بتحداك وتلاقوا الماء. شو هذا لا لا، بالله عليك ولا تجربوا هذا الماء.
وأنا سجل هون في هذول الأشياء تحت الثلج، وجبالك وهذا اللي لو طلعت تقربوا عليه، بس إذا كتبت لك النبات وكل شيء. اللي أعطاني إياه مو هذول. لا هذا مش هيقدر أجرب عليه. ياه دور محل. أوف الحمد لله نجيت من الحفاظ. سنة ذول اللي من الموطن سأشوف رح الساعتين حط شوي. أيوه طلع هذا الشي ثاني. يلا اسمعك اتصعد. علقت 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 يلا اوي يلا باي. طبعا في حجر غريب انكسره. هاي اللي جاي هسه رجعت الكوس. شوف لا زي ما في تعرف روح 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 الدنيا استخدمت كل خطوة كل شوية في خطوات هلا صباحين. لا تنسوا اللايك، صحيح لا تنسوا اللايك والاشتراك والجرس الإشعارات. بدي إياه يوصل هاي الحلقة 120,000 مشترك. هسه روحت كان قريب كثير. يلا ضحكت من شو هذي؟ كيف بحب فوش لما في كثير وحوش وإشي وكذي وبنبي شيلة لسه. أيوة ولسه يلا بس نعمل تحديد لونه. مش ملاقي لون. أي لون أصفر. لا تعطيني حالك وبعدين إيه تعطيني. يلا في اشي محل ثاني. هاي دجاجة خروف بدك يا عبدي بس قرفان بس بدكم بشي واحد.
أهلا وكل ما تعرفوها. طبعا راح نبعد عشان نلاقي قرية. شو بس أنا وأختي لقيت، شو كنا عند محل عادي، فوتنا بنص المحل هذا مش صح؟ شو ظلينا مش عارفين شلون نطلع، ظلينا نحاول نحاول، لقينا محل طلعنا منه، لقينا القرية. سلمى بعدك موتت حالي، هي هيك نطت وأنا نطت كمان هيك، بس كانت أعلى. لا تنسوا تشتركوا في قناة سلمى، تحطوا لها لايك واشتراك وتشارك. باي باي. مستعجل مش فاضي. اديني ورد ابيض عشان اشوفه غريب في الابيض، ظروفي مش ابيض كتر يعني. هسه ماينكرافت تايم تجربة اعمل لا مو بابا هاي أصفر. أنا بدي أبيض أفرجيك وحركة أرياح. وين وين وين؟ هاي خلاص. هذا تشوفوا شو ادعو لفلسطين انه الله ينصرها، كل يوم ادعو لها. شوف التخطيط حصل هيك وخلاص طلعناه. فكرتك بتموت بقتلة واحدة بس بسبب ثاني. ما يحتاج بس ما بعمل فرن بشوي ما يش فحم. الحين خلصين. يا الله اللعبة ورعة. خلصوني بشوف محل. في محل بنشوف فيه عشان نروح نطلع فيها من
الحيوان هو مثل السمكة. صوت صريح، مش لما اللي بتطير شامبر، لا ما شامبر وعطير عشان وقت البيت يعني. خلاص كيف ضيع شمس ثانية قمر. بنصحك ولاد تجربوا بالساعة 3 تماما بالليل، لأنه في شفت في حلقة هيك بيطلع القمر من ماينكرافت، مو يعني بالحقيقة شو بيطلع من السماء عند شو عند القرية. قلت لك خوف، شوفوا هذا صدق ولا لا، هو مكتوب لا تجرب. طب لا نجرب، لا تلف الجرب يلو بقولهم بسرعة بسرعة بسرعة. طبعا هاي نهاية الحلقة، يلا باي باي، لا تنسوا اللايك والاشتراك والجرس، هعمل الجزء الثاني، يلا باي.